وبأولى محطاتنا الصباحية لليوم نعود إلى دمشق، حيث يتجول التاريخ بين حاراتها تاركا أثره في كل زاوية فيها وفي كل أثر حكاية تذكرنا في الحياة في أقدم عواصم الأرض. وحديثنا اليوم رح يأخذ طابع تداعيات من دمشق وشوارع دمشق القديمة. ضيفنا لليوم الأستاذ عبد الرازق حمصي، باحث ودليل سياحي. أستاذ صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير سوريا، صباح الخير حلب ودير الزور والرقة وطرطوس وآخر نقطة على الحدود السورية العراقية التركية عند ديوار، كلها سوريا جميلة. صباحك. بس اليوم منصبح على دمشق وحنحكي عن دمشق. صحيح، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. مثل ما ذكرت اليوم مساحتنا رح نفردها على دمشق وتاريخ دمشق، والبداية خلينا نحكي عن أبرز المحطات يلي مرقت على هالعاصمة. هلا دمشق او تواجد البشر بدمشق اكثر من مليون سنه. تواجد البشر مو بدمشق القديمه حاليا، هلا بمحيط دمشق بالغوطتين وبسفح قاسيون، لانه من مئات الاف السنين كانت دمشق هي مستنقع. تراكم الطمي بقلب المستنقع ارتفعت سويه دمشق، وبدات دمشق تكون مدينه تقريبا او ماهوله بالسكان شي 10,000 سنه. بس دمشق كمدينة ومحاطة بالأسوار مدينة متكاملة ومخططاتها عمرها 5,000 سنة، ومن خلال 5,000 سنة اليوم الحياة ما توقفت نهائيا رغم الكوارث اللي صارت فيها. مرق كتير على مراحل بدمشق، هلأ من خلال استعراض المواقع بنحكي على بعض المراحل دمشق. هلأ أنا بقترح اليوم أنه نساوي جولة افتراضية سريعة على دمشق. هلا دمشق هي دمشق الحديثه والقديمه، بس دمشق القديمه هي الاجمل طبعا. نحكي عن معالم هلا استاذ؟ نحكي عن معالم من خلال جوله افتراضيه. هي مخطط دمشق القديمه، محاط باسوار وسبع بوابات، ونضاف بوابتين صاروا تسعه. على فكره هي كانت محاطه باسوار من 5,000 سنه. بعيد بنائها بالعهد الارامي والروماني وهي الموجود حاليا هو القرن 12. السور والبوابات بتشوفوها هي تقريبا قرن 12. اذا بنبدا الجوله شوفوا هو من ناحيه القلعه وبتنتهى بباب شرقي. حنبلش من ناحيه القلعه الجوله. القلعه تقريبا بعد اسابيع حتكون مفتوحه للزوار، بس حاليا بما تنفتح بنمشي دائره القلعه، وهي قلعه جميله جدا وفيها كتابات محيطه، وهي على مستوى على فكره دمشق كانت كمان محاطه باسوار ومحاطه بخندق، وكل بوابه كان في جسر خشبي. وقت الحصار او الازمات يرفعوا الجسر الخشبي تنعزل المدينه، ما عاد يقدروا الاعداء يفوتوا لها. بنبلش الجوله من ناحيه القلعه، بنمشي داير القلعه لنوصل لسوق الحميديه، بنمشي باخر جزء من سوق الحميديه. على فكره سوق الحميديه هو كان سوق وقف لمعبد جوبيتير من 2000 سنه. وقت بناء القلعة أقاموا الجزء اليساري منه هدم تقريبا 180 سنة. تجار دمشق هن أعادوا بناؤه، يعني ما حدا له فضل غير تجار دمشقين أعادوا، والسلطات العثمانية بعد ما أعادوا بناؤه فرضت عليهم ضرائب. هيك المحل. الشيء المهم جدا بدمشق القديمة هو الجامع الأموي. الجامع الأموي حالي انبنى ب 705 ميلادي، بس هو سابق كان معبد ارامي، بعدين معبد روماني، بعدين كنيسه بيزنطيه، بعدين جامع. بقرن 12 تحول لجامعه، هو كان مركز اعلامي. جامع الاموي فيه كثير قصص، يعني هو التوب هايلايت بنقله. هي احد الصور للجامع الاموي، هي بالثلاثينات القرن الماضي. شو اللي بيميز اليوم، خلينا نحكي هيك ابرز القصص اللي بتميز اليوم الجامع الاموي عن غيره من المعالم؟ اللوحات المزيك، لوحات المزيك اللي صفيان هي لوحه رئيسيه، والفسحه السماويه محاطه باروقه. المآذن، اجمل مأذنه هي مأذنه العروس. مأذنه العروس هي الاصليه الوحيده، هي كانت مركز اعلامي على فكره. بقرن 12 تحول لجامعه، وكان وكان مركز اعلامي هو الجامع الاموي، مركز اعلامي. هلا السياح وقت يجوا لدمشق في مكانين، هو الجامع الاموي، هلا حكي عن مكان ثاني مهم جدا. بعد الجامع الاموي بنطلع من الجامع الاموي بنروح للاسواق، سوق البزوريه كمان بيعود لقرن 12. في حمام قديم وفي خان اسعد باشا. هي دمشق هي مدينه تجاريه، كانت على تواصل حضاري وتجاري مع العالم.
منزور خان اسعد باشا هو هذه التحفه المعماريه اللي بناه اسعد باشا العظم اللي هو دمشقي. وبنى مدارس وبنى قصور، ولذلك لانه بنى كثير شغلات حلوه بدمشق استدعوه لاسطنبول وقتلوه. عزموه وقتلوه؟ لانه كان عم يبني مدارس وبالحديث. هلا هدول صور يعني لاي سنه؟ هي تقريبا الصوره رسم نهايه يعني 150 سنه تقريبا عمرها. فنان اوروبي رسمها لاحد الخانات. وصول قافله، نرفعها شوي بعد اذنك. وصول قافله بنطلع من البزوريه وخان اسعد باشا. خان اسعد باشا هو فن معماري دمشقي لانه استخدموا الابلق الابيض والاسود. هذا فن معماري دمشقي وبدا من دمشق. بنطلع من خان اسعد باشا بنروح على الشارع المستقيم. هون هذا اهم شارع بسوريا واقدم شارع بسوريا اللي مرق فيه بولس الرسول وكثير ناس شخصيات مرقت فيه. وانا رافقت كثير ناس مهمين اهمهم جيمي كارتر. هو اخر زياره له قال لي بدي زياره حج امشي بشارع بولس. لانه من دمشق طلعت ديانه المحبه عبر بولس الرسول. وانجلينا جولي وبراد بيت كمان رافقتهم. في كثير شخصيات. شارع المستقيم هو يعني اهم معلم من معالم دمشق القديمه. بنمشي بشارع المستقيم في كثير شغلات، في بيوت قديمه، في بيت مثلا العقاد بالشارع المستقيم عمره 600 سنه. بنكمل بالشارع المستقيم. هو كل مجرد مرور بالشارع المستقيم هي مرور بالتاريخ، مرور جميل بالتاريخ. في كنيسه المريميه، معالم كثير. اهم معالم بدمشق القديمه خلف كل باب صقاق في جنه. يعني تفتحوا اي باب بدمشق القديمه بتشوفوا جنة. هي كمان صورة، هي كمان صورة العربية. هي صورة كمان لفنان أوروبي تقريبا من 150 سنة. ارفع شوي بس مشان الكاميرا تختصر. حلو الأجواء الدمشقية القديمة. صحيح طبعا. ما بعرف اليوم الشجرة. بس صار في صعوبة إنه الواحد يعيش ضمن هيك بيت، يعني ضمن هذا. والله أنا عايش بدمشق القديمة، لا ما في صعوبة لا هيك شك. ليوان وما نسكر. هلا شوفي دمشق القديمة صار فيها توظيف سياحي لهالبيوت. هي التوظيف السياحي احيا دمشق القديمه، مطاعم وفنادق وصالات عرض. يمكن اغلبها تحول اليوم لمطاعم. إيه؟ ولا بس في سكان، لسه في سكان متمسكين انه يضلوا، في سكان، لا في نسبه كبيره من السكان. بس هي صعوبه هي التوظيف اللي صار لهالبيوت. هي احيا دمشق القديمه واعطاها قيمه المطاعم والفنادق، بس بدها ضوابط. طيب خاصه الموسيقى اللي عم تصير الصاخبه لوش الصبح، هذا لازم نحط موسيقى تراثيه تتناسب مع هالتراث. هي بدها ضوابط، بس انا مع انه توظيفها سياحيا، بس بدها ضوابط. بدها ضوابط. بنكمل جولتنا. تفضل. وبعد ما نزور بعض البيوت الدمشقيه القديمه اللي هي كثير كثيره وهي اجمل شيء. انا بقول اجمل منتج سياحي بدمشق القديمه هي دمشق، بيوت دمشق القديمه. عم اختصر لانه في كثير شغلات حلوه. في موقع كثير كثير مهم مثل ما الجامع الاموي مهم، في بيت حنانيا يلي عمره 2000 سنه، ينطلق بولس الرسول من هذا البيت ونشر دين المحبه بالعالم. لولا رحله بولس ما كان في مسيحيه بالعالم باوروبا. على فكره كل تلاميذ المسيح كانت دمشق بالنسبه لهم مقصد ومنطلق، انطلقوا مثل القديس توما كمان انطلق من باب توما وراح على الشرق نشر المسيحيه بالشرق بايران وبالهند، وهو مدفون بالهند بكنيسه اسمه بالهند القديس توبا. هي عند دمشق القديمه. وفي الباب الشرقي البوابات. هي جوله هيك مختصره افتراضيه دمشق القديمه. لا شك كمان بدمشق الحديثه في شيء كثير حلو. في المتحف الوطني. المتحف الوطني هو كمان رائع جدا لا ممكن تجاوزه. صحيح هلا افتتحوا تقريبا جزء منه بعد الحرب، لسه ما افتتح كله، بس هو كان قبل الحرب كان واحد من اهم 10 متاحف بالعالم. في بقلبه في عارضين اثار ماري 3000 سنه قبل الميلاد وابلا واوغاريت والاثار تدمر، اهم شيء اثار تدمر منحوتات تدمر بالمتحف الوطني. جانب المتحف الوطني في تقية اسمها سليمانيه، بس هي تقية سليمانيه هي كانت عباره عن قصر اسمه قصر الابلق، بيعود للقرن 12 ميلادي. بناء التكية الإسلامية هي نفس الأحجار ونفس المواد اللي كانت بالقصر الأبلق عادة. هلأ قصر الأبلق كمان كان له صفة تجارية. هون عم يستقبلوا وفد من البندقية من إيطاليا، وفد تجاري.
هي الصورة رسم لفنان أوروبي عمره أكثر من 500 سنة 1507. هاي لقصر الأبلق، وقت كانوا يستقبلوا كمان بقصر الأبلق كبار الضيوف والتجار، وبعثة هي بعثة تجارية كانت من أوروبا. وهي صورة كمان هي بالأسود الأبيض كمان للقصر الأبلق. طبعا في ساحة الأمويين هي كمان كتير حلوة، فيها السيف الدمشقي، دمشق كانت مشهورة بصناعة السيوف والفولاذ الدمشقي. هذا البرج اللي بتشوفوه هو عبارة عن سيف دمشقي، خلف السيف الدمشقي في موقع رائع جدا جدا هو دار الأوبرا. أثناء الأحداث أنا كنت حتى وقبل الأحداث كنا ناخد السياح ويحضروا الفن الموسيقى السورية الرائعة جدا جدا وبأسعار زهيدة، وكانوا يتفاجئوا. حتى وقت كان ينزل قذائف كنت أخذ أنا الصحفيين إعلاميين حربيين بذاك الوقت نهاية الجولة أخذوا عن دار الأوبرا يشوفوا رغم كل المآسي يشوفوا هالفن المعوري. بس بتمنى على شعبنا يدير باله على هالدار هذا. يعني شفت الباب تكسرت كل من فترة، يعني زعلت كتير، ما في أي سبب لنخرب هذا المكان. بساحة الأمويين كمان في كمان موقع كتير كتير مهم، دار الكتب الوطنية دار الأسد، هذا كمان رائع جدا. وفي اللي بيهمني أنا بهتم بالتوثيق فيها وثائق رائعة جدا عمرها مئات السنين موجودة، وعم يعرضوها كل ما بيصير معرض الكتاب بمكتبة الأسد عم يعرضوها كمان. هي منتج سياحي. ودمشق فيها أحياء كتير خارج السور حلوة، مثل هلا أهم الأحياء جبل قاسيون. جبل قاسيون هو دمشق، ودمشق جبل قاسيون رمز صمود دمشق اللي عاش في إبراهيم. وفي مغارة الدم أحيانا نطلع لها مغارة كتير قديمة ومنها منشوف منظر بانورامي، أو من أي جبل قاسيون منظر بانورامي لمدينة دمشق. والأحياء الحلوة في حي الربوة. حي الربوة هذا كان حي رائع جدا، جدة المسيح عاشت فيه واندفنت قرب الربوة بكيوان، وكان في دير اسمه دير مران كان وقف له أرض كبيرة بيزرعوا فيها الزعفران. بالعهد العباسي الربوة صارت لقصور الأمراء العباسيين. في حيين، حي كمان قريب للربوة، النيربين، النيرب الأعلى الوادي يعني، والنيرب الأسفل. النيرب الأسفل هو أرض كيوان وحديقة تشرين. النيرب الأعلى تقريبا فوق مشفى الأطفال، وفي هلأ طاحونة كانت مي على فكرة على نهر بردة، في طواحين كانوا مي كتير، وطبعا وجود دمشق هو بسبب بردة. أول ما بيدخل بردة على دمشق بيتفرع بسبع فروع وبيتراقص المياه بطريقة كتير جميلة. أي بشبهها حتى قاسيون، سفح قاسيون نحت مدى ملايين السنين بفروع بردة وعطاه هالشكل. على فكرة قاسيون هو آخر سلسلة جبال القلمون. القلمون بتعني الأقلام، أقلام حجرية، وآخر قلم هو قاسيون، وقاسيون بتعني الأقرع اللي ما كان فيه بس عم نزرع له شعر. كان في مشروع لتشجير جبل قاسيون قبل الأحداث، وإن شاء الله بيرجع هلأ بيرجع بيستمر. وسمعت السنة الماضية كان في أحد المنظمات قدرت تزرع كمان قسم جديد، يعني يزرع جبل قاسيون. والأحياء المهمة حي الصالحية. حي الصالحية تقريبا من القرن العاشر لقرن تقريبا بداية قرن 16 كان في مجمع للمدارس. المدارس كانت تتزاحم بحي الصالحية ولهلأ موجودين كآثار. وين كانت مدرستك أستاذ؟ أنا مدرستي؟ لا أنا كانت بالأنوات. ليه عم تسألي عن مدرستي؟ يعني كمان الأنوات، أنوات يعني إيه طبعا حي رائع. بس هي تزاحم المدارس كان في على فكرة بدمشق الوحدة كان في 500 مدرسة مو بس لأهل دمشق. والجامع الأموي وتتحول لجامعة بنوا 22 مدرسة حول الجامع الأموي، طب وفلك وهندسة، وكان في من أوروبا ومن آسيا يجوا يدرسوا فيه. للأسف إجا العثماني سكرون هدول. سألتك عن المدرسة لأنه أكيد اليوم ذاكرتك بتحمل قصص كتير من هذيك الأيام. طبعا المدرسة مدرستي كانت بمنطقة الأنوات، منطقة اسمها أبرعاتكي كانت. والأنوات على زيت الأنوات، بتحبي الأنوات لحد الآن فيها بيوت دمشقية رائعة جدا. يعني صار في عمليات هدم من فترة بعدين ردوا وقفوا، وفي بيوت هلأ كتير جميلة حتى
بتضاهي بيوت دمشق القديمة نفس النمط، فسحة سماوية محاطة بغرف وإيوان. هذا كتير شيء كان جولة سريعة على، وفي كتير قصص يعني إذا بدي أحكي على دمشق بدنا أسابيع، بس هيك جولة افتراضية كانت سريعة. هلا اذا الشخص حابب يعمل هي الجوله اللي ذكرتها حضرتك ويزور كل هي الاماكن كم يوم بيحتاج؟ هلا نحن جوله دمشق هي للسياح الاجانب، السياحه الثقافيه هي يوم بس بنساويها مكثف، هدول اللي زرتهم اللي حكيت اليوم نقدر نزورهم بيوم واحد. بيوم واحد نقدر نزورهم بيوم واحد، بس انا ساويت جوله لحد قبل الاحداث 7 ايام بدمشق القديمه، يعني حتى الشركه المنظمه قالت لي 7 ايام، قلت لهم طبعا 7 ايام لانه قلت لكم خلف كل باب في كنز بدمشق القديمه. 7 ايام ما طلعنا برات السور، كان في كل يوم كان في من الساعه 9 الصبح لل 9 المساء، ولا ننسى المطبخ السوري والمطبخ الدمشقي هو كمان الشاميه، الاكلات الشاميه هو كمان منتج سياحي رائع. يعني نحن بالاثناء الجوله اخر النهار بنعمل لهم عشاء بكير شوي. شو اكثر اكله اليوم عم ترسخ بذاكرتهم انه بيروحوا بيتذكروا انه هي والله الكباب هي الكبه اللبنيه بحبوها كثير والله، وفي كبه يعني. والكرزيه كمان، الكرزيه كثير يعني بنحط صوص بالكرز مع كبه، هي كثير هي لا شك هدول. في المطبخ الحلبي كمان عريق، المطبخ السوري كلياته متنوع، بس المطبخ الدمشقي اكلات اللبن كثير مشهوره فيه وبيحبوها. يعني نحن بنقدم لهم شيء انه الغريب، بالطبوله، الطبوله شغله، هلا على الغداء بنساوي لهم شيء خفيف سناك يعني، بس العشاء من عشاء مبكر بنساوي لهم. وفي مطاعم بتقدم مطبخ سوري رائع جدا، وفي مطاعم شوي ما عم تعرف تتقدم مزبوط، بس بشكل عام المطبخ السوري هو منتج سياحي رائع جدا، هو ضمن جولة دمشق. بعد يجي على دمشق سواء سياحة داخلية لازم يتذوق المطبخ الدمشقي. في وقت لسه ولا نحن خلص اليوم؟ الشام تحتاج يعني صورة تحتاج وقت وايام لنقدر نحكي، مثل ما قلت اليوم هي لوحه يعني. في ثواني انا جمله اخيره تفضل. دمشق تعرضت لكثير كوارث وحروب، بس كانت أدى وانتصرت بالمحبه وبالعمل، مو على وسائل التكاذب الاجتماعي. بعدين لازم نحب دمشق، ودمشق حلوه، والمحبه هي مو كلمه. هلا اذا بيحب حدا انسان او بيحب مكان ما هي كلمه، لازم نهتم فيها ونشتغل لها. وانا بقول كلمه يمكن قلتها قبل هلا باحد المحطات، نوجه غضبنا للمحتل الامريكي والتركي وعملائهم الارهابيين، وحتى الفاسد هو ارهابي. نعم. وسوريا باقيه منتصره. وعم احكي على قاسيون، الموت عم يركع لقاسيون. شكرا لكم. شكرا استاذ لحضورك اليوم وصباحك حلو، بقيت نهار حلو لك. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لكم. شكرا كثير لك استاذ.